تمكنت الوحدة الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالجرجاني من القبض على عدد من أفراد عصابة دولية في جهة ابن مطير من ولاية جندوبة على الحدود التونسية الجزائرية، وعددهم 15 فردا من جنسيات مختلفة. عصابة عرفت وفق التحريات الأمنية بانتمائها لشبكة ترويج المخدرات، خاصة مادة الكوكايين. العملية تم خلالها تحرير رهينتين من جنسية إسبانية وأخرى كولومبية، تم اختطافهما منذ شهر نوفمبر الفارط من قبل أفراد هذه العصابة، كما تم حجز سيارات فاخرة ودراجات نارية ومبالغ مالية ومجوهرات وهواتف جوالة وبنادق صيد. تفاصيل هذا الخبر تتابعونه في نشرة الثامنة.